يشارك وفد الشعبة البرلمانية في أعمال اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي واللجان المصاحبة التي تعقد في العاصمة الأردنية عمان يوم غد الخميس، وسيناقش الاجتماع عددا من القضايا التي تعنى بالإرهاب والمرأة والطفولة. وللحديث حول ما سيتم مناقشته خلال هذا الاجتماع معنا عبر الهاتف من الأردن سعادة الدكتور منصور محمد سرحان عضو مجلس الشورى، أهلا بك. بداية، ما هي أبرز بنود جدول أعمال هذا الاجتماع؟ في الواقع هذا الاجتماع في غاية الأهمية، وفي البداية طبعا أنا أود أن أوضح للمشاهد الكريم أن طبعا اللجنة التنفيذية هي الهيئة التي تسير عمل الاتحاد البرلمان العربي، وهي تتألف من عضو واحد من كل شعب عضو في الاتحاد، ويرأس هذه اللجنة لأهميتها رئيس الاتحاد البرلمان العربي. أما بخصوص استفساركم عن جدول هذا الاجتماع وأهمية المشاركة فيه، فأنا أود أن أبين أن جدول أعمال اللجنة التنفيذية في هذه الدورة سيكون حافلا، حيث سيتم بحث الحاجة الماسة إلى رص الصف العربي من أجل المحافظة على الأمن القومي العربي الذي تهدده المخاطر، كما أن الظروف التي يمر بها الشعب الفلسطيني يحتاج إلى دعم ومساندة جميع الدول العربية ضد ما يواجهه من تعنت من قبل قوة الاحتلال الإسرائيلي. طبعا في بداية الجلسة سيقدم الأمين العام تقرير عن الاتحاد، بعد ذلك ستتم مناقشة تقارير اللجنة المصادرة المنبثقة عن اللجنة التنفيذية، وتقرير اللجنة الخاصة بجائزة التميز البرلماني العربي، وتقرير الفريق القانوني المنبعث عن المنبثق عن اللجنة التنفيذية للاتحاد. هنا أود أن أشير إلى أن الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين تقدمت بملاحظات حول مشروع اللائحة التنظيمية لجائزة التميز البرلماني العربي، وأدخلت بعض التعديلات على تلك اللائحة، وتقدمت أيضا بمسودة مشروع القانون الاسترشادي المتعلق بحقوق المرأة والطفل. لكن أهم المقترحات التي تقدمت بها الشعب البرلماني لمملكة البحرين في هذه الدورة هي المقترحات المتعلقة بتعديل ميثاق الاتحاد البرلماني العربي ونظامه الداخلي، وتنصب هذه الاقتراحات على دعم برامج التنمية المستدامة وتطويرها، وتحديد مقر الأمانة العامة وتعيين الأمين العام الجديد للاتحاد. واقترحت الشعبة أيضا استحداث لجنة دائمة تضاف إلى اللجان الحالية للاتحاد، وهي لجنة التنمية المستدامة، باعتبار التنمية المستدامة تمثل أهم تطلعات الشعوب في وقتنا الحالي. نعم دكتور منصور، نود أن نتحدث أكثر عن أهمية مشاركتكم، مشاركة الشعبة البرلمانية في هذا التجمع البرلماني العربي. طبعا يعني احنا ما كما ذكرت ان هناك الكثير من المقترحات مقدمة من الشعب طبعا التابعة لمملكة البحرين، وفيها طبعا عن الإرهاب وكيفية يعني محاصرة هذا الإرهاب وتجفيف منابعه، لأن الإرهاب أصبح الآن يعني منتشر في كثير من الدول، وأصبح يعني ظاهرة خطيرة جدا، كل الدول متضررة منه بما في حتى الدول المتقدمة، لأن هذا طبعا الإرهاب راح يأثر على الوضع الاقتصادي حتى الوقت الاقتصادي العالمي. ثم أن الملاحظ أن الإرهاب عندما يدخل منطقة من المناطق يدمرها، فهناك الكثير من المدن الآن أصبحت في خصوصا في بعض من الأجزاء من الوطن العربي أصبحت وكأنها تعيش العصور الوسطى. لهذا هناك اهتمام جدا من الشعب البرلماني التابع لمملكة البحرين بالتركيز على أهمية محاربة الإرهاب وتجفيف منابعه لكي يعيش طبعا المجتمع العربي بسلام وتزدهر الحياة طبعا الاقتصادية الاجتماعية الثقافية. نعم نعم سعادة الدكتور منصور سرحان من الأردن، شكرا جزيلا لك.